الطريق لثورة ديسمبر 2018 في السودان كان لم يكن منفصل عن التاريخ الحديث للمقاومة السياسية في السودان، هو امتداد لها، هو بنى على خبرات سابقة ودروس سابقة من انتفاضات وأفعال مقاومة قام بها الشعب السوداني، وبنى حتى على أدبيات جاية من انتفاضات سابقة ومن أوهات سابقة. يعني هتاف الثورة السودانية الأول اللي هو حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، الهتاف ده نفسه هو هتف قبل ديسمبر 2018، هتف في فترة اتفاقية السلام الشامل ما بين الحكومة السودان وما بين الحركة الشعبية لتحرير السودان اللي هي 2005 ل 2010. وفي الفترة دي كان الهتاف حرية سلام وعدالة والوحدة خيار الشعب، كهتاف كان مضاد لخطاب الانفصال ما بين شمال السودان وجنوب السودان. فأفعال المقاومة والانتفاضات والثورات بتبني على على العمل اللي بتقوم به، وما بتكون منفصلة عن ما سيسبق ولا ما سيلحق بها يعني. وكذلك ديسمبر، وعموما عمر المقاومة السودانية لنظام الإنقاذ هو بعمر الإنقاذ. يعني نظام الإنقاذ جاء في 30 يونيو 89 بانقلاب الجبهة الإسلامية، ومع بدايات 1990 وفي الفترة اللي كانت قيادات الأحزاب السياسية السودانية كانت موجودة فيها داخل المعتقلات، القيادات دي وقعت على ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي في بدايات يناير في بداية 1990 اللي هو ميثاق لتحالف عريض، جبهة عريضة رافضة للانقلاب على الديمقراطية. وتوالت الأشكال المختلفة من المقاومة، يعني المقاومة الرسمية في التحالفات، المقاومة المسلحة في حركات الكفاح المسلح، المقاومة الشعبية سواء كان بالتظاهرات الطلبة اللي هي كانت كثيرة جدا في فترة التسعينات وفي الفترات اللاحقة برضو، أو التظاهرات والاحتجاجات بتاعة مختلف الأجسام اللي تعرض لانتهاكات من قبل الحكومة. ووجهت عموما الأشكال المقاومة دي بعنف من النظام، ووجهت بالقمع، ووجهت ببيوت الأشباح اللي هي كانت المعتقلات غير الرسمية لجهاز الأمن، واللي ازدهرت في فترة التسعينات يعني، واستشهد فيها الكثير من المناضلين السودانيين من التوار السودانيين. ولو نظرنا مثلا للفترة بس من 2010 ونحن لحد هنا، 2010 هي كانت نهاية فترة اتفاقية السلام الشامل، نهاية الفترة الانتقالية وبداية الاستفتاء، استفتاء في جنوب السودان على انفصال الجنوب، وجاء بعده استقلال دولة جنوب السودان، فأدى لتغييرات كبيرة جدا في الدولة السودانية، وأدى تغييرات اقتصادية كبيرة. يعني انفصال الجنوب، استقلال الجنوب، أدى لأنه الحكومة المركزية في شمال السودان فقدت 75% من إيرادات البترول اللي هو موجود داخل خريطة دولة جنوب السودان، ففقدت جزء كبير من إيراداتها، من المورد الأساسي لها. وبدينا نشوف أثر الأزمة الاقتصادية دي في الضائقة الاقتصادية وفي أزمة المعيشة وفي بداية انهيار سعر العملة الوطنية وكذا. ففي 2011 لما جاءت ثورات الربيع العربي كانت في محاولات في السودان لاستلهام المزاج الثوري بتاع ثورات الربيع العربي، وحصلت دعوات لتظاهرات وقامت تظاهرات في يناير 2011، ولكنها هي كانت يعني موضوعيا ما كان في الظرف الموضوعي اللي خليها تقدر تستمر وتواجه النظام، لأنه ما كان في حشد وتنظيم كافي، هي كانت مجرد محاولة استلهام المزاج الثوري بتاع ثورات الربيع العربي، وهتف في شارع السودان الشعبي يريد إسقاط النظام وما إلى ذلك. ما استمرت تحت قمع النظام زي ما قلنا، ولكن استمرت الضائقة الاقتصادية. فلما جاءت 2012، في 2012 العملة الوطنية الجنيه فقد وصل لنص قيمته، يعني الجنيه كان ب3 دولار في بداية 2012، وصل لما يزيد من 6 دولار في نهاية 2012، اللي هو نفس الجنيه اللي حسي بفوق المية سوري الدولار اللي حسي بفوق المية جنيه، الدولار كان ب3 جنيه وبقى ب6 جنيه. فمع الانهيار ده، وكما هو متوقع من أي دولة استنزافية بتعمل على استنزاف موارد مواطنيها، توجهت الدولة للمواطن عشان يحل مشكلة الاقتصادية، وجات طرحت رفع الدعم. في 2012 نظام البشير طرح رفع الدعم، ورفع الدعم دائما في السودان بيجي بعد انهيار العملة، وبيجي هو في الحقيقة بكون إنه القيمة الرقمية لسعر اللتر من المحروقات ياها هي نفسها، ولكن نتيجة لانهيار العملة ونتيجة لانهيار الجنيه بقت أقل من القيمة الحقيقية، فبتجي الدولة للمواطن بتطالبه إنه يدفع ضريبة فشلة بأنه بتسميها رفع الدعم، يعني ضريبة فشلة في ضبط الاقتصاد وضريبة فشلة في المحافظة على قيمة العملة الوطنية. فلما طرحت نظام الإنقاذ نظام البشير في وقتها رفع الدعم، كان في تظاهرات مضادة لها مباشرة اللي هي تظاهرات يونيو يوليو في 2012، استمرت لفترة شهرين، وما زالت تظاهرات يونيو يوليو كنا لما بننظر لها بنلقى أنها برضو ما زالت بتستلهم تكتيكات الربيع العربي، اللي هي أنها تظاهرات أسبوعية، التظاهرات كل جمعة، الجمعة كان عندها أسامي اللي هي جمعة الغضب، جمعة الكتاحة، جمعة وهكذا يعني.
واستمرت لفترة، ولكن برضو وجهت بالاعتقالات، وجهت بالعنف من الأجهزة الأمنية في الشوارع، وجهت بالبومبان اللي هو الغاز المسيل للدموع، وتراجعت ما بعد فترة يونيو يوليو، واستمر وتراجعت، يعني ما قدرت أنها تستمر أكثر من كده. في 2013 السنة اللي بعديها جاء نظام تاني داير يرفع الدعم، لأنه يعني رفع الدعم دائما ما بيجي مرة واحدة، لازم يجي تاني مرة، كسياسة فاشلة أصلا، عبارة عن بتحاول تغطي على عرض دون التوجه للمشاكل الاقتصادية الحقيقية. ففي 2013 جاء نظام تاني يرفع الدعم، ولكن النظام كان يتعلم من الحدث في يونيو يوليو. وقبل ما يعلن البشير في تقريبا يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013، قبل ما يجي يعلن رفع الدعم في يوم الأحد اليوم اللي قبله مباشرة، أجزوا للجامعات، لأنه كان طلبة الجامعات كانوا وقود يونيو يوليو، فأجزوا للجامعات يوم الأحد. يوم الاثنين كان خطاب البشير، واللي هو كان فيه أعلن رفع الدعم. يوم الثلاث كان إضراب سائقي المواصلات اللي هم أضربوا رفضا لزيادة أسعار الجاز وزيادة أسعار المحروقات، فالناس نزلت أشغالها، لقت ما في مواصلات، بدأت تظاهرات، ودي كانت تظاهرات مختلفة من التظاهرات اللي اعتادها النظام كتظاهرات بتاع الطلبة، يعني طلبة جامعات. دي تظاهرات جاية من المناطق الأكثر فقرا في المدينة، جاية من أطراف المدينة خاشة على الخرطوم. بيوم الأربع كانت الخرطوم مولعة تظاهرات. الخميس الحكومة نزلت بتقلع القمع كاملا، يعني هو قطعت الانترنت، شفنا ميليشيات الجنجويد في الشوارع، أكثر من 300 شهيد استشهدوا في فترة بتاعة أيام، واللي هي دي يعني مجازر سبتمبر 2013 هي اللي تخلدت في أغنية أيمن ماوي اللي دائما سمعناها بتتغنى في مواكب الثورة السودانية، اللي هي رصاصة حية ويقولوا لك مطاطة دي الجنجويد جنجويد رباطة، اللي بتحكي قصة استخدام الحكومة لميليشيات الجنجويد واستخدام الحكومة للرصاص الحي والدعاء بأنه كان رصاص مطاطي. وبعدك بتواصل الأغنية وبتقدم خطاب الحكومة اللي هو أنه الثوار كانوا مجرد مستخدمين لحبوب الهلوسة ومدمنين وما إلى ذلك، وتخلدت القصة وتخلدت أغنية بالهتاف فيما تبع ذلك من مواكب. يعني في 2013 بعد اللي حصل في سبتمبر، الحكومة كانت في وضع اقتصادي سيء جدا، نظام الانقاذ كان في وضع اقتصادي سيء جدا، وفي نفس الوقت ما كان عنده دعم شعبي، خاصة بعد العنف اللي شافوه الناس في الشوارع، ما كان عنده دعم سياسي، فكان محتاج لشكل بتاع تحالف يدعمه. جاء طلب الدعم وطلب التحالف ده جاء من عمر البشير في هيئة خطاب الوثبة، اللي هو الخطاب اللي قدمه في يناير 2014، وطرح فيه فكرة الحوار الوطني، انه الناس تجي كلها المعارضة والنظام يجلسوا لطاولة حوار. وفكرة الحوار الوطني نفسها جاية من المقترح اللي هو قدمه المبعوث الأمريكي في 2013، وقتها كان في السودان برينستون ليمن، في ورقته اللي قدمها ورقة الطريق إلى الإصلاح الوطني، اللي هي بيقول فيها إنه بدل ما المعارضة السودانية دي يعني في الوقت ده كان لها أكثر من 20 سنة بتحاول إنها تسقط النظام بالشارع، خلاص بدلا عن إسقاط النظام فليجلسوا مع النظام في شكل بتاع مفاوضات وحوارات يراها المجتمع الدولي عشان يصلوا لشكل بتاع ائتلاف أو شكل بتاع تقاسم سلطة ما بين الحكومة وما بين المعارضة. وده اللي بيطلق عليه المصطلح الهبوط الناعم في السياسة السودانية، دائما بنقول الهبوط الناعم والكيانات المساندة للهبوط الناعم والكيانات ضد الهبوط الناعم، اللي هو مقصود بها الورقة دي والطرح اللي قدمه برينستون ليمن ده في 2013. فقدم البشير مقترح الحوار، والحوار كان حقيقة فاشل جدا، لأنه لم تكن هناك جدية من البشير حتى في تنفيذ خطة ليمن المخففة دي بتاعت يعني تطعيم الحكومة بدرر من المعارضة. لم تكن هناك جدية، تحول لحوار ما بين أطياف من الإسلاميين وبعض الانتهازيين، والنتيجة الوحيدة كانت أنه مثلا زاد عدد المستشارين الرئاسيين، يعني لكن ما كان في حاجة أكثر من كده. الفترة دي عموما كان فيها أشكال مختلفة من المقاومة، وكانت الحكومة عندها جبهات بتاع صراع مختلفة ما بين الحكومة وما بين المواطنين. يعني في 2013 كان في أول إضراب عام للصحفيين اللي هو كان ضد مصادرة الصحف، لأنه كان وصلت جهاز الأمن كان بيصادر الصحف بعد الطبع يعني بشكل متكرر جدا، فقام إضراب الصحفيين ضد مصادرة الصحف. في 2014 كانت في مظاهرات طلبة جامعة الخرطوم رفضا لبيع مباني جامعة الخرطوم، واللي هو بيع مباني واستشهد فيها احد طلاب جامعه الخرطوم في المظاهره دي، فكان في عنف اصلا بتواجه به والدوله التظاهرات، بغض النظر عن انها هي تظاهرات طلاب، تظاهرات فئويه، تظاهرات مهنيه وما الى ذلك. توجه الدوله لبيع مباني جامعه الخرطوم ما كان منفرد، هو كان جزء من اصلا من نهم الدوله نحو الموارد والشكل الاستنزافي اللي خشته بعد الضائقه الاقتصاديه بتاعتها، اللي هو رايناه في السنين دي، السنين التابعه دي كلها ل 2012، يعني فتره 2015
2015 ل 2016 الحكومة السودان باعت حوالي أكثر من 1000 فدان للحكومة السعودية في مشروع علي أضبر الزراعي يعني، على حساب حوالي 300 من الملاك. جبهات الصراع ما بين المواطنين والحكومة اللي عندها علاقة بالاستيلاء على الأراضي كثرت جدا يعني، حتى داخل المدن ما بس في المناطق النائية، واللي كان دائما بيحصل فيها برضو عنف من قبل الدولة. في الفترة دي كان حاولت الدولة أنها ترفع الدعم عن الدواء، واللي هو ده أدى لإضراب الأطباء ضد رفع الدعم عن الدواء وزيادة أسعار الأدوية، اللي هو كان في 2016 كان في إضراب اليوم الواحد وإضراب اليومين. فكان في محاولات لأشكال مختلفة وتكتيكات مختلفة للمقاومة، سواء كانت الاحتجاجات أو التظاهرات أو الإضرابات أو الوقفات الاحتجاجية أو العرائض أو ما سوى ذلك يعني. وكان في برضو بنرى إنه هي فئات مختلفة بقى عندها مشاكل مع الحكومة، مشاكل عندها يعني عندها علاقة بحقوقها الأصيلة وعندها علاقة بمصالحها المباشرة، يعني سواء كانت مجتمعات بتنتزع أراضيها، سواء كانت أطباء بيدافع من أجل الحق في الصحة، سواء كان صحفيين بيدافعوا من أجل الحق في التعبير، سواء كان طلبة بيدافعوا عن مبانيهم مباني جامعتهم، سواء كان سكان المناطق اللي كان في خطط لإقامة سدود فيها بيدافعوا ضد تهجيرهم. بؤر مختلفة للصراع مع الحكومة وصراع مع استنزاف الحكومة للموارد، ولكن لم يكن فيما بينه شكل بتاع تشبيك أو تنظيم بيجمع البؤر ده. واستمرت الضائقة الاقتصادية والاستنزاف الحكومة، واستمرت مشاريع بتاعت برامج رفع الدعم والسياسات التقشفية سنة بعد سنة لحد ما وصلنا 2018، وطرحت الحكومة ميزانية التجوع وما سماها الحزب الشيوعي السوداني في وقتها بميزانية التجوع في بداية 2018، وحتى دعا لمظاهرة رافضة لها، اللي هي الميزانية اللي وصلتنا بنهاية 2018 لرفع الدعم الكامل وزيادة سعر العيش، والرغيفة بقت بجنيهين، وما تلا ذلك من تظاهرات في عطبرة وفي الخرطوم وفي مدن السودان المختلفة، ووصلتنا لحد 6 أبريل واحتلال الثوار السودانيين لميادين القيادات العامة في 13 مدينة سودانية. الاتفاق السياسي اللي هو تم ما بين لجنة البشير الأمنية المنقلبة عليه ولاحقا بقت المجلس العسكري ولاحقا بعد ذاك بقت المكون العسكري للحكومة، وما بين جهة أخرى قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير أو قحط، عشان نقيم الاتفاق ده لازم نحدد أول حاجة هو معيارنا شنو للتقييم، يعني تعريفنا للنجاح شنو، وتعريفنا لنجاح مساعي المقاومة السودانية شنو، وما بس بأنه إسقاط النظام، فيما بعد إسقاط النظام عشان يصل شنو. في رأيي مساعي المقاومة السودانية بتكون نجحت لما نصل لوضع بتاع إيقاف للحروب، وضع بتاع إيقاف لعمليات الإفقار الممنهجة اللي تعرض لها الشعب السوداني، ورد المظالم لأهلها، عدالة اجتماعية، ووضع بتاع بناء لنظام للدولة يضع المصالح بتاعة الأغلبية الإحصائية المقهورة من الشعب السوداني والمسحوقة من الشعب السوداني، يضع مصالحها كأولوية أولى قبل يعني التحالفات الدولية أو قبل أرباح الشركات أو غيره، أو قبل الديون حتى أو رد الديون وما شابه ذلك. فده هو الوضع اللي بنسميه نجاح. يبقى هنقيم الاتفاق وهنقيم أي حاجة تانية بنمر بها في مسيرة الانتفاضات والثورات السودانية على إنها هل بتودينا خطوة أقرب للوضع ده ولا لا. وعلينا أنه نتذكر أنه هو التفاوض مع اللجنة الأمنية ما كان أول تفاوض طرح على الثوار السودانيين، حتى في أثناء يعني ثورة ديسمبر 2018 يعني عرض التفاوضات قبل كده، يعني مدير جهاز الأمن غوش عرض التفاوض مع الشباب الممثلين للثورة السودانية، وعمر البشير عرض الحوار مع برضو مع الشباب السودانيين، اللي هو دائما بيستخدموا العبارة بتاع الشباب السودانيين لمحاولة نزع السياسة من الثورة. وحتى قدم قانون النظام العام كقربان في إحدى محاولاته لطرح الحوار في بدايات 2019 مع اشتداد التظاهر، قدم قانون النظام العام اللي هو قانون النظام العام يعني فخر مشروع التغيير المجتمعي بتاع الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني اللي هو حزب عمر البشير. ولكن البشير كان وصل لمرحلة من الضعف إنه هو كان مستعد إنه يتنازل عن المؤتمر الوطني وعن الحركة الإسلامية، وذلك ما فعله يعني قبل ما يسقط البشير كان تخلى عن الحركة الإسلامية وتخلى عن المؤتمر الوطني وتخلى عن المشروع الحضاري بتاع الحركة الإسلامية في مقابل بقائه. فكان ما من المنطقي إنه نقبل الحوار معه في الوقت ذاك بأي حال من الأحوال، يعني واضح لأنه أول حاجة هو في حالة ضعف وهو أضعف من إنه يقدر يقدم لنا حاجة، وكان الثوار في نفس الوقت في حالة قوة وقادرين إنهم يواصلوا مواكبهم ويواصلوا مقاومتهم لحد ما يسقطوه كما فعلوا. ومن جهة تانية لأنه كان واضح جدا بالنسبة لنا إنه يعني المصلحة الأصيلة والواضحة للبشير هي
معاكسة تماماً لأهداف الثورة. يبقى هو ما ممكن لا يمكن التحالف معه للوصول لأهداف الثورة، لأنه هو من غير المنطقة نفترض أنه البشير هيعمل يعني عكس مصلحته ويعمل على تفكيك النظام اللي أدى لتراكم ثرواته، ويعمل على تفكيك العلاقات الدولية اللي بناها ببيع الاستقلالية السياسية للبلد وبيع موارد البلد. من غير المنطقة أن نتوقع ذلك من البشير. فبالتالي رفض الثوار الحوار مع البشير وتظاهروا بعد خطاباته المهادنة، زي ما تظاهروا بعد خطابات التهديد، وزي ما تظاهروا بعد خطاب الطوارئ، وواصلوا في مقاومتهم للنظام البشير. فبعد ما صعد البشير وجينا لقينا قدامنا اللجنة الأمنية. أول ما بدت اللقاءات ما بين قوى الحرية والتغيير وما بين اللجنة الأمنية، اللقاءات دي كان اسمها مباحثات تسليم السلطة. يعني كلمة تفاوض دي أصلاً إحنا سمعناها بعد الاجتماع الثالث أو الرابع تقريباً، ما كان في كلمة تفاوض، كان اسمها مباحثات تسليم السلطة. والتفاوض وضع أضعف من وضع يعني المطالبة بتسليم السلطة أو التباحث لتسليم السلطة. فده سؤال لقوى إعلان حرية التغيير، إنه هو شنو اللي حصل اللي أدى لإضعاف موقف المفاوضين، لأنهم يتحركوا من نقطة المطالبة بتسليم السلطة لنقطة التفاوض على السلطة. ماذا حدث؟ واللي هو ده كان الوقت اللي فيه يعني بدايات أبريل، اللي كان فيه أعداد المعتصمين بيزيدوا، أعداد الأجسام المهنية والأجسام الفئوية والأجسام المطلبية اللي بترفع راياتها في أرض الاعتصام وبتعلي مساندتها لقوى إعلان الحرية والتغيير كانت بتزيد. فما المنطق اصلا في انه يحصل تراجع؟ وسؤال ما المنطق ده كان في حاجات كثيره جدا، انه ما المنطق في التفاوض؟ لماذا نتفاوض مع برهان ولم نتفاوض مع ابن عوف والبشير؟ عايزين نصل لشنو من التفاوض؟ شنو هي اصلا بنود التفاوض؟ بتخشوا بتتفاوضوا مع الناس ده؟ دي كانت اسئله بتطرح على قيادات إعلان الحرية والتغيير، هم لما يجوا طالعين من القياده العامه. الاجتماعات التفاوض الاولى كانت في القياده قبل ما تتحول للقصر أو لغيره، فكانوا ما كان في إجابة، كان حقيقة واجهوها بالطناش، إنه شنو جابرنا إنه إحنا نتفاوض مع الناس ديلا؟ دي وجهت من قبل القيادة السياسية بالطناش. فأول حاجة ممكن نقول إنه إذن الثوار السودانيين والمعتصمين في ميادين الاعتصام اختاروا التفاوض، لأنه هو لم يطرح عليهم أصلا المبررات والمسببات اللي أدت لاتخاذ قرار التفاوض دولة من عدم، ولا ليه نتفاوض ما عارفين. مقابل شنو مثلا تم التنازل عن الفترة الانتقالية 4 سنين لثلاث سنين، واحدة كانت من أول التنازلات اللي سمعنا بها في التفاوض، برضو لم يحدث أي توضيح. قوبلت بالطناش عموما، وحصل فراغ في انه ما موجوده اجابه للسؤال ده. الفراغ ده تم ملؤه باجابه شعبيه بالتكرار والتواتر، اللي هو انه اصلا الهدف من الثوره انه نصل لانه نلفت نظر الجيش عشان يقعد معانا ويتفاوض معانا، وانه ما في حاجه ثانيه اصلا بتتعمل وما في بديل ثاني. وحتى الخطاب ده تم تبنيه من بعض القيادات بعد ذلك. ف الخطاب ده هو ما منطقي بأي حال من الأحوال، لأنه زي ما استطعنا إنه نتغلب على القيادات السلطة التنفيذية المختلفة في الحكومة من خلال تثوير القواعد عليها، يعني من خلال الإضرابات والاحتجاجات وغيره، التغلب على قيادات المنظومة العسكرية بيكون برضو بتثوير قواعدها، اللي هي يعني البنية التحتية للجيش من ضباط وجنود صف وغيره. اللي هم من المتوقع طبعا انه انضمام الجنود للثوره مختلف من انضمام المدنيين للثوره، لانه بيواجهوا يعني عقوبات اكبر، بيواجهوا consequences اكبر، فبالتالي متوقع انه يكون انضمامهم للثوره متاخر من انضمام المدنيين للثوره، ولكنه بيحصل كما راينا في حامد الجامد اللي طلع وقال جملته الشهيره مخالف سعادتك، وخرج لقتال الامنيه اللي كانوا بيضربوا المعتصمين بالنار، وغيره من الضباط والجنود اللي لقيناهم حتى في يعني في ارض الاعتصام، وخلقنا معهم علاقات بتاع التضامن حقيقي وعلاقات رفاقيه حقيقيه يعني اثناء وقت الاعتصام. فتوجد طرق أخرى للتعامل مع الجيش غير التعامل مع قيادته، والتعامل مع قيادة الجيش ما منطقية أصلاً، لأنه إذا كانت مصالح يعني في مصالح مشتركة بتجمع المدني والمدني الموظف أو العامل والعسكري الضابط أو الجندي، ديل عندهم مصلحة مشتركة في أنه تتغير النظام ويتغير لوضع بتعرفاه أفضل للمواطن، ودي بتختلف تماماً من مصلحة قيادة الجيش اللي هي عندها مصلحة مخالفة يعني لمصلحة الثوار على جانب بيصور القيادة مدنيين وعساكر. فالخطاب بتاع انه ما في خيار تاني للتعامل مع الثورة، وما في اصلا مسار للثورة غير انه تصل لمرحلة التفاوض مع الجيش، ده ما منطقي. توجد مسارات اخرى ويمكن اكتشافها ويمكن استخدامها.
الاتفاق تم هو عليه حصلت تحليلات كثيرة حقيقة إنه هل الاتفاق ده ممكن يعتبر نجاح أم فشل للثورة السودانية. يعني حصلت تحليلات للوثيقة الدستورية إنه هل يمكن أن نعتبر إنه في نجاح إذا كانت الوثيقة الدستورية أدت إصلاح المؤسسة العسكرية بشكل كامل للجيش. حصل تحليلات للشكل التحالفات إنه هو شنو الحاجة اللي بتدي الشق المدني من الحكومة القوة المحتاجة عشان يواجه القوة العسكرية, حيث إنه يعني اقتصاديا ما زالت استثمارات المنظومة الأمنية خارج سيطرة الحكومة, خارج ولاية الحكومة. وفي نفس الوقت أدوات العنف الشرطة والجيش وزارة الداخلية وزارة الدفاع في يدهم. فالتحليلات دي تم تحليلها كثير يعني بعد الاتفاق, وحقيقة حسي حاليا ما محتاجين أنه نقعد نحل الاتفاق لأنه الواقع ناسي أمامنا. يعني واقعيا رأينا أنه حقيقة نتيجة لأنه الاتفاق ده خلق وضع فيه قيادات اللجنة الأمنية اللي هي من مصلحتها الإبقاء على شكل النظام بشكله الحالي والإبقاء على استثماراته بشكل الحالي والإبقاء على تحالفاته بشكل الحالي الداخلية والخارجية, إنه وجود اللجنة الأمنية دي بالشكل ده اللي هو كان منطقيا من البداية. هل منطقيا كان ممكن نتوقع إنه اللجنة الأمنية اللي كانت مشاركة بشكل أساسي في كل القرارات القمعية بتاعت حكومة البشير, هل نتوقع منها إنها تعمل على تحقيق وضع بيسلب منها السلطة اللي أصلا سمحت لها إنها تقوم بالانتهاكات دي ويضعها في وضع بتاع محاسبة ويسلب منها استثماراتها ويصنع تحالفات مبنية على يعني استقلالية السودان وسيادته ومبنية على وضع أولويات المواطن أولا؟ منطقيا ما ممكن, لأنه يعني زي ما بنقول في يد القلم ما بيكتب نفسه شقي. يعني ما ممكن تدي السلطة للقيادة العسكرية وتتوقع إنه القيادة العسكرية هي اللي هتخلصك من القيادة العسكرية. ولكن رأينا في الواقع برضو إنه الاتفاق حقيقة هو قيد قدرة حتى الحكومة المدنية على إنها تخلق أي واقع مختلف من الواقع بتاع حكومة البشير. يعني اقتصاديا قاعد تطرح في نفس الطرح بتاع حكومة عمر البشير, لأنه منطقيا هتعمل شنو يعني غير انها ترفع تطالب برفع الدعم وسياسات تقشفيه؟ يعني هي حكومه ما عندها قدره انها تتكلم عن الموارد الاساسيه بتاعتها, لانه الذهب كمورد اساسي استبدل البترول في السودان مثلا هو ما في يدها بشكل كامل, والمنظومه العسكريه عندها فيها مشاركه في اي شركه بتاع الذهب بيؤدي لانه الحكومه ووزاره الماليه حقيقه ما عندها سي يسكر على المورد الاساسي للدوله والمورد الاساسي للعمله الصعبه في الدوله. متوقع انها تتجه برضه للديون زي ما اتجهت حكومه البشير, لانه هي خلقت وضع لا يمكن فيه تغيير النظام اللي اصلا هو ادى لانه حكومه البشير تتوجه لاتجاه الاقتصادي ده. مفاوضات السلام غير واضح انها هي في يد منو بالضبط, مين اللي عنده السلطه عليها, وهي مفاوضات على شنو, على ماذا تتفاوض هذه الاطراف المختلفه؟ تبدا انها مفاوضات اجتراريه زي ما كانت مفاوضات البشير, لانه ما خلق وضع مختلف. وده بقى حاليا ما محتاج لتحليل, لانه يمكن ان نراه في الواقع بتاع الخيارات الاقتصاديه والسياسيه بتاعه الدوله وخيارات التحالفات بتاعتها, إنها بقت بتشابه لحد بعيد خيارات الحكومة السابقة, سواء في تخصيص الميناء مثلا نفس المشكلة اللي هي كانت أدت لإضرابات عمال الميناء في أثناء أيام الاعتصام. حاليا بنواجهها تاني, بنواجه إنه بنسمع بإنه في محاولات لخصخصة الميناء وغيره. من الطبيعي انه توجه نفس الحاجه دي, لانه الاتفاق ادى لانه يحافظ على الوضع زي ما هو عليه. يبقى إذن الاتفاق ما ادى لانه يغير الوضع لوضع النجاح اللي احنا قلناه, اللي بيؤدي لمحاربه الفقر وبيؤدي لايقاف الحروب وبيؤدي لعداله اجتماعيه وبيؤدي لتوزيع عادل للثروه وبيؤدي لحكومه ونظام حكم بيضع اولويات المواطن اول اولويات الاغلبيه الاحصائيه المسحوقه من السودانيين اولا. فلا يمكن انه نسميه بانه هو نجاح باي حال من الاحوال, ودي حاجه بقت واضحه. وجود خيارات ثانيه من عدمه زي ما قلنا في حاجات ما واضحه بالنسبه لي عشان نعرف انه هل كان في خيار لشكل بتاع تفاوض مختلف, لانه ما توجهت لنا معلومه واضحه ولم تكن هناك في شفافيه من القياده السياسيه في وقتها بانها تملك المعتصمين وتملك الجماهير المعلومه الكامله. الاتفاق عباره عن فشل ورده عن الثوره السودانيه. ده ما بيعني انه فشلت الثوره السودانيه, في نجاحات موجوده في الثوره السودانيه ولكنها نجاحات حصلت رغما عن الاتفاق وليس بسبب الاتفاق. يعني قدره لجان المقاومه مثلا على انها تبني جبهات قوية ترفض أي شكل من سياسات التقشف وتؤدي لأنه تحصل مراجعة للميزانية ولسياسات وزارة المالية, دي حاجات حصلت رغما عن الاتفاق. قدرة يعني المقاومة برضو والأجسام المختلفة السياسية المختلفة لأنها تخلق قضية العدالة كقضية أساسية وأولى, ما زالت تذكر وما زالت هي القضية المحرك الأساسي للشارع والعدالة للشهداء الثورة ديسمبر بالتحديد.
دي حاجات حصلت رغما عن الاتفاق، رغما عن انه الاتفاق كان بدي مساحه لانه يتم لملمه القضيه، رغما عن ذلك استطاعت الثوره انها تواجهه. فرغم انه الاتفاق هو عباره عن رده وفشل حقيقي في الثوره السودانيه، ده لا يعني انه ما في نجاحات حصلت ويمكن البناء عليها لمواصله افعال المقاومه. ثورة ديسمبر 2018 لما بدأت في السودان وفي الشهور الأولى كان من الواضح تماما حتى يعني فيجولي من بالنظر إنه هي ثورة نسائية بامتياز. النساء السودانيات هم اللي قادوا المواكب، هم كانوا المكون الأساسي للنسبة الأكبر من الثوار ومن المتظاهرين. الزغروتة هي اللي كانت بداية كل موكب، فالحاجة دي كانت واضحة وجود العدد العالي بتاع النساء السودانيات يعني، وهم اللي تعرضوا لعنف الدولة وتعرضوا للاعتقالات، أعداد كبيرة جدا من المعتقلات. حتى داخل المعتقل يعني بشكل شخصي البنات اللي لقيتهم، النسوان اللي لقيتهم والبنات داخل المعتقل، معظمهم كانوا حقيقة هم طلعوا الموكب ده بالدس من أهلهم، زي ما طلعوا المواكب اللي قبلها بالدس من أهلهم، وكانت مشاكلهم في اللحظة ديك ما مع جهاز الأمن ولا خايفين من النظام قدر ما هم كانوا مقلقين من 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 العامل الاجتماعي والعودة لبيوت أهلهم. وكنا بننكت وبنهزر يعني إنه لما نطلع هنمشي للمجموعات بتاع دعم المصابين ونطالبهم بأنهم يدونا قروش عشان نأجر شقة للبنات اللي أهلهم حيطردون من بيوتهم، يعني كإصابة اجتماعية إنه دي إصابة برضو. وهي في الحقيقة حتى خارج النكتة دي إصابة، يعني دي إصابة، والنساء يتعرضوا لإصابات اجتماعية كثيرة غير موثقة نتيجة إنه طريقتنا في التوثيق نفسها، يعني الطريقة الذكورية في التوثيق اللي هي بتحتفي بس بالإصابات اللي عندها علاقة بالرجال الأشد داء المقاتلين والدراما الباترياركا اللي بتجي معاها دي. فواجهت المرأة السودانية ناضلت اجتماعيا مع الأسرة والمجتمع عشان تقدر إنها تصل لحقها في النضال السياسي ضد النظام، وكانت قوام المواكب والتظاهرات المختلفة، مواكب معسكرات النزوح مثلا، بتلقى إنه الموكب عبارة عن كله نساء أصلا، لأنه المرأة السودانية في مناطق الحروب هي اللي تحملت العبء بتاع الحياة أثناء الحرب والحياة بعد الحرب والمحافظة على حياتها وحياة أسرتها، وهي تعرضت لعبء ولمعركة مع النظام أكبر كثير من نساء المدن الآمنة أتليست يعني من الحرب، حتى لو ما كانت آمنة من الفقر والعنف وغيره، واللي هم تعرضوا لنضال وصراع اجتماعي مع الدولة ومع المجتمع أكبر من تعرضوا له زملائهم ورفاقهم من الثوار الرجال اللي كانوا معاهم. وحتى داخل المواكب كان بيكون في نضال ضد التفكير الذكوري وضد المظاهر الذكورية حتى بتجي من رفاقنا الثوار. يعني في أي موكب أنا حضرته كان بيكون في نقاش عنده علاقة بأنه البنات بياخدوا حقهم في أنهم يجيفوا في الحتة اللي هم عايزينها، وأنه هم ياخدوا الموقع اللي هم عايزينه في الموكب. يعني الفيديو الشهير جدا بتاع رفقة صائدة البومبان اللي هي البتة اللي رجعت بومبانتين للبوليس، في الفيديو ده نفسه بنسمع فيه أولاد كوركولايا يا بترجع، مع انه في نفس الوقت كان في اولاد واقفين معاه في نفس الحته، لكن هي العقليه الذكوريه بتنزع من المراه حقها في انها تاخذ قرار ان هي قادره تكون وين، ان هي قادره انها تتحمل يا نوع من الصراع مع الدوله. في الهتافات يعني الهتافات كثيره جدا تم تغييرها نتيجه لان هتافات ذكوريه وهتافات كانت مسيئه للنساء او هتافات كانت بتهمش النساء، يعني الترس ده ما بتشعل الترس وراه رجال، اتغير سريع جدا للترس وراه ثوار نتيجه لرفض الثائرات اللي كانوا حرسات المتاريس وكانوا موجودين في الشارع، انهم يتم تهميشهم من الهتاف، الهترس وراه ثوار من الرجال والنساء. وهتافات ثانيه كثيره جدا يعني هويا بشير ود المرا اللي هو ده تحول بعدك لهويا بشير ارجع ورا، لانه النساء رفضوا انه يتم استخدامهم كإساءة ولا يتم استخدامهم كنبز. وعلى نفس ايقاع نفس الهتاف هدفه بنات جامعه الاحفاد، هويا بنات ابقوا الثبات، الثوره دي ثوره بنات. وكان النضال ده حتى يعني ضد القياده السياسيه، يعني تجمع المهنيين لما كان طرح حنبنيه كحملة بتاعت إنه كل سبت ننظف الشوارع، وكانت ووجه الخطاب للنساء وكأنما النساء باي ديفولت بيتولدوا عشان ينظفوا، ورفضت النساء السودانيات رفضوا الحاجة دي، واضطرت جمع المهنيين إنه ينزل اعتذار ويسحب الكلام ده. فكان في نضال زي ما قلنا داخل يعني داخل النضال السياسي كان في نضال نسوي بيثبت في حق المرأة وفي وجودها المرأة السودانية وفي وجودها وفي حقها في اتخاذ قراراتها داخل عملية النضال السياسي نفسها.
ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ يعني خرجت المرأة السودانية من عملية نضال وثورة قامت بها بشكل كبير، تمخضت في النهاية عن عملية التمثيل النسبي اللي هو يعني 2 من النساء في المجلس السيادي و4 وزيرات وما إلى ذلك، وتمثيل نسبي نسبة في البرلمان، ولكن لأنه لم تجد نظرية نسوية عندها علاقة بأنها تطرح يعني كيف تكون موارد الدولة تتم تقسيمها بشكل عادل للنساء، ميزانية تضع أولويات النساء في يعني بشكل مساوي لأولويات الرجال، قوانين اللي محتاجة يتم تغييرها، لم تكن هناك نظرية حقيقية، ولم يكن هناك برنامج نسوي تستطيع النساء أنها تقف خلفه، فخسرنا المساحات اللي اكتسبناها دي. وفي مساحات حرية طبعا، يعني المرأة السودانية لقت مساحات حرية في الشارع أكبر مما كان الوضع من قبل الثورة، سواء كان من الأجهزة الرسمية، من الشرطة وفي تعاملها مع النساء وحريتهم، أو حتى من الشارع نفسه. يعني رأينا عدد أكبر من النساء السودانيين بيمشوا في الشارع بحرية أكبر، عدد أكبر من الشباب صغار السن من الجنسين اللي بيتخذوا يعني قرارات جمالية ممكن تكون مختلفة عن الشارع، سواء في لبسهم أو شكلهم شكل شعرهم وما إلى ذلك. رأينا الحاجة دي في فترة الثورة، ولكن في نفس الوقت ورغم أنه حتى صاحبها شكل بتاع يعني تعظيم الكنداكات وما إلى ذلك، بنلقى أنه بالمقابل كانوا النساء اللي كانوا منتمين للنظام أو للحكومة الكوزات كان بيتم نبذهم برضو بطريقة ذكورية وبطرق وبألفاظ مسيئة للنساء، لأنه هو ما كان في يعني تغيير حقيقي في النظرة للنساء، ولكن بس كان في استثناء للنساء الثائرات الكنداكات وما إلى ذلك. وبدأت الحاجة دي برضو تتراجع، بدأنا نفقد المساحات بتاعت الحرية دي والمساحات بتاعت اللي هو التعظيم الرمزي بتاع الكنداكات دي، ودي حاجة متوقعة لأنه ما حصل دعم بتاع شكل قانوني أو تنظيمي يقدر إنه يثبتها. فحنشوف مع الزمن إنه هي يعني لياتة درجة وحيفضل منها شنو. فهل اتوجد تغيير اجتماعي؟ نعم اتوجد تغيير اجتماعي، ولكن هل التغيير الاجتماعي ده قادر إنه يواصل ما نراه حاليا؟ والتراجع اللي بنراه حاليا غالبا بيقول انه لا ما حيواصل، ولكن سنرى مع الزمن ومع النضالات يعني النضالات المختلفه من الحركات النسويه انه هل سنستطيع ان نصل لمرحله افضل من كده. وانا لو عارفه ما العمل كان مشيت عملت العمل. لكن برضو في نوفمبر 2018 قبل بداية ديسمبر ما كنا عارفين إنه العمل لإسقاط النظام يعني تفصيلا كده إنه مواكب مستمرة، مواكب نهارية ومواكب ليلية، قيام لجان أحياء ولجان إضراب وإضرابات وعصيانات مستمرة حتى أن يسقط النظام. عرفنا ما العمل من خلال العمل، وعموما دائما العمل هو استخدام المساحات المتاحة لتثوير قطاعات أوسع من أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير، المصلحة الحقيقية غير المؤقتة في تغيير النظام لتحقيق حياة أفضل بالنسبة لهم، واستخدام والاكتساب مساحات جديدة واكتساب حقوق جديدة لمصلحة أصحاب الحق يعني. وده اللي حصل في ثورة ديسمبر 2018، ده اللي أدى لاتساع الجبهة اللي بتناضل لإسقاط النظام، وده اللي أدى لإسقاط النظام نفسه. فلما نجي نطبق نفس الفكرة ده على إنه حالياً كيف يمكننا أن نستخدم المساحات المساحة دي لتسويق قطاعات أوسع من الشعب، وكيف يمكننا اكتساب مساحات وحقوق جديدة مستحقة بالنسبة لأصحاب الحق الحقيقيين، بنلقى أنه الوضع حاليا في السودان فيه الوضع بتاع التغيرات السياسية المتسارعة اللي حصلت في الشهور الأخيرة أدى والعمل السياسي الدائم والعمل الجماهيري الدائم أدى لأنه نشوف بعض، يعني زي ما بقينا شايفين مثلا شايفين الطبقة الحاكمة وشايفين الطبقة السياسية تحالفاتها وين بقت واضحة جدا، لكن برضو شايفين بعض كجماهير وثوار بيعملوا لتغيير النظام بشكل حقيقي. يعني في الإضراب مثلا تعرفت الطبقة العاملة السودانية على بعض، عرفنا أنه في عمال في المينا بيناضلوا ضد خصخصة المينا، عرفنا انه في عمال تعدين بيناضلوا في ضد الاوضاع البيئيه والصحيه السيئه جدا وضد الجبايات من الدوله، عرفنا انه في عاملات وعمال حتى داخل الشركات اللي كنا بنعتبر انها عقر النظام، يعني سواء البنك السودان المركزي او شركات الكهرباء او شركات البترول او غيرها بيناضلوا من اجل حقوقهم ضد اصحاب العمل وضد الدوله برضه.
فاتعرفنا على بعض، إذا بدينا نرى بعض، رأينا بعض برضو كلجان مقاومة في الأحياء، كأجسام جماهيرية وأجسام مطلبية وعندها مطالب فئوية، عرفنا مطالب النساء اللي بيناضلوا ضد قانون الأحوال الشخصية، عرفنا مطالب سكان المجتمعات المحلية لمناطق التعدين اللي بيناضلوا ضد تلويث بيئتهم. فتعرفنا على بعض ده أدى لأنه دي مساحات واسعة ممكن أن يتم فيها التحالف بين قطاعات عندها مصلحة ما مؤقتة، مصلحتها في تغيير النظام، ليست مصلحة مؤقتة وليست مصلحة مرتبطة بتغيير رأس النظام، بل هو تغيير الطريقة اللي بتعمل بها الدولة أصلاً اللي وأولويات الدولة اللي بتضع هذه المجتمعات وبتضع هذه الفئات في آخر سلم أولوياتها. من جهة تانية برضو في مساحات بتاعة عمل ما كانت موجودة قبل ديسمبر 2018، يعني في مساحات بتاعة وصول للمعلومة من الحكومة أكبر، في مساحات بتاعة حرية التعبير وتنظيم وتجمع أكبر، دي كلها حقيقة موجودة حاليا. لكن في نفس الوقت نحن مرينا بفترة انتقالية قبل كده، يعني فترة 2005-2010، ونحن عارفين تماما إنه الحريات الليبرالية اللي بتجي مع الفترات الانتقالية زي ما بتجي سريعة قادرة تماما إنها تمشي سريعة جدا إذا لم يتم تثبيتها، إذا لم يتم قيام أجسام وقوانين قادرة إنها تثبتها وتحافظ عليها. إذن علينا حاليا انه نحن نعمل من اجل تثبيت الحاجه دي، يعني تثبيت الحق في الاضراب مثلا، حق في الاضراب انتزعوه عمال السودان بوقوفهم امام اصحاب العمل وبوقوفهم امام اله الدوله اللي استخدموها اصحاب العمل ضدهم، وانتزعوا حقهم في الاضراب. وعشان نقدر نحمل حق في الاضراب معناها المفروض يكون في تغييرات في القوانين، تغييرات في قانون العمل، الغاء للفصل التعسفي، المفروض يكون في بناء لاجسام نقابيه قويه قادره ان تحافظ على حقوق العمال، تحافظ عليه من انه يتم التراجع عنها. اكتسبنا مثلا المجتمعات المحلية في مناطق التعدين اكتسبت قدرت انها تنتصر على شركات التعدين وشركات اللي بتستخدم مادة السيانيد القاتلة واللي بتلوث بيئتها وبتلوث صحة المجتمعات دي، وقدرت انها تصل لمرحلة حتى اغلاق الشركات دي في حتات كثيرة نتيجة للاعتصامات المستمرة، منها اعتصامات كان في اعتصامات اغلقت الطريق ما بين مصر والسودان طريق شريان الشمال لمدة 24 ساعة كان مغلق من قبل المجتمعات المحلية اللي بتطالب بإغلاق الشركات التعدين في مناطقها. لكن عشان نقدر نحافظ على الحاجة دي معناها برضو بفرض يكون في تغييرات، معناها في تغييرات في القوانين، تغييرات في قوانين الموارد المعدنية، في قانون الاستثمار، مفروض يكون في تشكيل لتنظيمات لأصحاب الحق للمجتمعات المحلية تضمن إنه يكون عندهم سي، يكون عندهم صوت في القرارات اللي عندها علاقة بالاستثمار في مناطقهم وفي مواردهم. دي عشان نقدر نضمن الحقوق اللي قدرنا نكتسبها في الفترة الفاتت لازم يكون في عمل على تغييرات قانونية وعلى بناء تنظيمات تقدر تدعم الحاجة دي. الأدوات اللي هتستخدمها التنظيمات دي واللي هتستخدمها الأجسام دي هي بتعريفها بالعمل نفسه. تاني هقول نفس الحاجة، إنه بيعرف من العمل بالعمل، يعني نحن ما كنا عارفين مثلا إنه قطع الكهرباء من المباني الأجهزة الأمنية، التهديد بقطع الكهرباء من مباني الأجهزة الأمنية هو سلاح يمكن استخدامه لحد ما استخدموه عمال الكهرباء في إضراب 28-29 مايو وهددوا الأجهزة الأمنية بقطع الكهرباء من كل مبانيهم، ما لم يطلقوا يعني صراح زملائهم اللي كان تم اعتقالهم، ونجح السلاح ده وعرفنا إنه إحنا بنمتلك الأداة دي من خلال استخدام الأداة دي. فمجموعة الأجسام الجماهيرية والشعبية ورجال المقاومة والأجسام المطلبية والنقابية اللي هي بتشكل حاليا الجبهة العريضة، وإن كانت غير متشابكة أو منظمة بشكل واعي، الجبهة العريضة اللي بتعمل على 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 التغيير بشكل جذري هي دي الأجسام اللي بتبدع الأدوات بتاعتها وأدوات العمل بتاعتها اللي هتستخدمها في هذه الفترة. ولكن ويجب التشبيك بينها، يعني لابد أن يحدث شكل بتاع التشبيك اللي هو التشبيك ده اللي بديها القوة والتنظيم اللي بيخليها يعني عندها صوت يمكن أن يسمع وعندها قدرة إنها تغير في سياسات الدولة تجاهها وتجاه مجتمعاتها. والتشبيك ده بيحصل بأشكال مختلفة، يعني في ممكن تكون في أشكال مختلفة من الجبهات اللي بيحصل فيها التشبيك، يعني في
لو نظرنا مثلا لعمال التعدين مثلا وعمال الزراعيين وبائعات الأطعمة، ممكن يكونوا جبهة موحدة تعمل لتغييرات في القوانين الضمان الاجتماعي، بحيث انه تشملهم شبكة الحماية الاجتماعية للدولة اللي حاليا بتتعامل معاهم كعمال هامشيين، يعني ما عندهم حقوق. ممكن يكون في تحالفات وجبهات عريضة تجمع المجتمعات المحلية للمشاريع، مناطق المشاريع الزراعية ومناطق التعدين، وتعمل على انه يكون في شفافيه اكبر في التعاقدات الاستثماريه، وانه يكون في يعني موضع لقرار المجتمعات المحليه في شكل استخدام موارده وشكل استخدام مساحاتها. فدي جبهات كثيره ممكن تتكون. حاليا في جبهات متكونه من اللجان المقاومه بتعمل على ان مواجهه ضائقه الوضع، الضائقه الاقتصاديه ووباء الكورونا، اللي هي بتتكون لجان مقاومه. ممكن تكون في جبهات مختلفة من لجان المقاومة في أحياء مختلفة بتواجه نفس المشاكل، مع تقدر إنها تعمل جبهة موحدة على أساس إنها تشتغل سويا. فالشكل ده من التحالفات والتنظيمات والجبهات هي اللي بتأدي لتشبيك ما بين المطالب المختلفة بتاعت القطاعات المختلفة السودانية اللي عندها حاليا، اللي حاليا عندها مشكلة مع الوضع بتاع النظام الحالي ومحتاجة لتغيير. ولكن التنظيم براه ما ممكن ينجز حاجة، يعني التنظيم نفسه محتاج لتنظير ومحتاج لنقد وتفكير، ومحتاج لتداول ديمقراطي ما بين الأفراد المكونة للتنظيمات دي وما بين التنظيمات دي نفسها، عشان تقدر تصل لما اللي هو بنقول حل المشكلة السودانية، يعني عشان نقدر نصل لأنه ما هي حل مشكلة مسارات الرعي والزراعة في أبياي وكردفان اللي هيك مسبب أساسي للصراع في المنطقة. لازم يكون في تنظير وتفكير عشان نقدر نصل حل مشكلة كيف تكون في يعني توصيل ديمقراطي للطاقة لجميع أجزاء السودان، ويكون في تنمية بشكل ديمقراطي دون ما نجي على حقوق سكان المناطق السدود ويؤدي وجود الطاقة لتهجيرهم. لازم يكون في حل بيتعامل من عبر التداول الديمقراطي، فيه الأجسام اللي بتمثل الجهات المحتاجة للطاقة دي والجهات الموجودة في منابع الطاقة موجودة في مناطق السدود وغيرها. فلابد من أنه يكون في تنظير دائم، لابد يكون في تنظير عشان نصل ما هي السياسة الاقتصادية للسودان، لابد يكون في تنظير عشان نضع ما هي الفلسفة السودانية فيما يتعلق بموضوع العدالة. لازم يكون في بشكل بتاع تنظير دائم بيتبع التنظيم ده، فلأنه في زي ما دائما بيقول إنه الناس عشان تتنظم لابد أن تتنظم حول فكرة، والفكرة لابد أن تكون واضحة لأنه ما هو المجتمع اللي نحن عايزين نخلقه ما بعد التغيير. ولكن هذه الفكرة ما بتخلق بعيدا عن الناس نفسهم، بتخلق من خلال التنظيمات ومن خلال التداول الديمقراطي اللي بيحصل في هذه التنظيمات الجماهيرية. ومتوقع انه ممكن جدا من التنظيمات دي والجبهات اللي تتكون دي لما تبدا تتكون اشكال اكثر تماسكا لفكره الحل ولفكره المجتمع اللي احنا بنسعى عليه، التنظيم بتاع المجتمع اللي احنا بنسعى عليه ما بعد تنظيم الدوله ما بعد التغيير، انه تبدا يعني التصور بتاع الحل يبقى اوضح، وتتكون مثلا احزاب سياسيه حوالين تصورات للحلول. ولكن ضروري جدا انه ما تتكون احزاب سياسيه من غير وجود التصورات دي، لان يعني عندنا في السودان ما يكفي من الاحزاب الموجوده من غير اي تصور لحل ومن غير اي نظريه ومن غير اي يعني ايديولوجي بتدعم منه هم بقدموا في شنو اصلا، وانه برضه انه الحزب يكون عنده عضويه، يعني تقدر تبرر تسميته لنفسه لحزب وتقدر تخليه يكون قادر انه فاعل وانه يعمل على انه يوصل برنامجه ده. لكن الى حين يبقى هو ده الواجب في رايي حاليا، يعني الواجب انه الناس تكون فاعله في التنظيمات الجماهيريه وتنظيمات الشعبيه وتنظيمات المطلبيه لجانا وتنظيمات الفئوية والنقابية وما إلى ذلك، وأنه نعمل من خلال هذا التنظيم على التشبيك مع أصحاب المصلحة المشتركة غير المؤقتة في تغيير النظام، وتكوين شكل بتاع حل كامل للمشكلة السودانية من خلال التنظير المشترك ومن خلال استخدام المساحات الحالية الموجودة حاليا عندنا، وتثوير قطاعات أوسع من المجتمع عشان تشارك في العملية دي، لأنه هي مشاركة القطاعات الأوسع هي اللي بتؤدي لأنه حقيقة الحل يشمل الجميع. والمواصلة في هذا العمل الجماهيري والمطلبي والعمل الفكري والنقدي والنظري عشان نقدر نصل لتصور الحل، وفي نفس الوقت نكون شكلنا تنظيمات قادرة إنها تدعم التصور ده وتدعم إنه التصور ده يتم تحقيقه، لأنه هو ما حاجة هتحصل بالسهل، يعني هيكون في نضال ضد الكيانات اللي حاليا مستفيدة من وضع الدولة بشكلها الحالي، واللي هترفض يتم إعادة لتشكيل الدولة وإعادة لتقسيم الثروة بشكل حياخد منها امتيازاتها لآخرين. ولكن
لكن في رأيي هو هذا هو العمل يعني هذا هو العمل وهذا هو الواجب الثوري حاليا. وكذلك يستمر النقد والتفكير، وربما مع النقد والتفكير بنصل لتنقيح أفضل لأنه ما هو العمل والإجابة للسؤال ده.